كتب مدرسية. كتب مدرسية هذا الموضوع هذا سبق لي قدمت فيه توضيحات، وسبق للسيد الوزير التعليم حتى هو قدم فيه توضيحات. بالفعل توصلنا بطلب من طرف الناشرين، لكن الكتاب المدرسي لن يعرف أي زيادة. الكتاب المدرسي سوف يبقى في سعره الذي كان فيه سابقا، وسوف نعمل على إيجاد حلول مع الناشرين الذين يشتغلون في نشر الكتاب المدرسي.